شمس، مالك يا شمس؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك؟ الحمد لله، كتر خيرك على السؤال. كويسه يا بنت عمي. اهدي بس يا شمس، صلي على النبي. الصلاة والسلام. انا عارفه ان انت زعلانه، تعالي تعالي نقعد. قولي لي فيكي ايه؟ بقول لك ايه، انا جاي هنا وعامله حسابي اني اتخانق معاكي، مش طايقاكي. ليه بس يا شمسه؟ في ايه؟ ومش طايقاكوا كلكوا، ومش عايزه اتكلم معاكوا. ايه في ايه على الصبح؟ تعالي يا عمتي احضريني. حسك خرم وداني. لا مؤاخذه، حسي خرم ودنك. خلاص اروح ارمي نفسي تحت قطر عشان ترتاحوا مني. ايه يا بنت مالك؟ فيكي ايه؟ زعلانه، صعبان عليا منكم قوي. محدش فيكم فكر يجي للدار ويطمن علينا وولدي بعد الولادة. ما تهدي بس يا شمس، ما احنا جينا لك المستشفى، عاوزة ايه تاني؟ كتر خيرك، ما عايزاش حاجة. يا بت، احنا كنا جايين لك النهاردة، ده حتى مروان وحسن قالوا هيدبحوا عجل عشان الواد. اللي ما شفنا حتى فار مرمي جنب الدار. طب ده انا حتى اتكلمت مع مروان وقلت له لازم نجيب طلبات السبوع من مصر. صح يا زينب قلتك ده؟ ايوه يا حبيبتي، امال ايه؟ انا عارفه محلات هناك بتعمل الحاجات دي تحفه. والله انت حبيبتي يا زينب، حقك عليا. بعدين ما تبقيش عبيطه يا بت، احنا عندنا كام شمس في البيت ده منورنا، انت عارفه حتى لما جم يختاروا اسمك اختاروا اسم شمس. حقك عليا، رجل جنب بس على امي. ابويا الله يرحمه كان دايما يقول يا شمس يا شموسه. كان نفسي تجيب بنت وسميها قمر عشان يقولوا قمر بنت شمس. بسم الله الرحمن الرحيم. في يا ريت الوالك؟ مفيش. مفيش ايه يا بنتي؟ انت قايمه من النوم مفزوعه. كابوس يا شهد، ايه؟ ما بجيلكيش كوابيس؟ بقول لك ايه؟ عايزه ازور جبرية. جبرية؟ ده انا قلت انت هتقولي ازور ماما، مش بقى انا جبرية. شهد، عايزه ازور جبرية وضروري. في قريت المالك شكلك مش مريح. وساعة ما جبرية اتسجنت وانتي زي اللي بيكون مخبية حاجة. ما تقولي لي في ايه يا بنتي؟ مفيش حاجة. كل ده عشان قلت لك عايزه ازور جبريه. قلقانة عليها يا ستي، عايزه اطمن عليها. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان عملت اللي كان المفروض اعمله انا، وخدت طريقني. وعشان هي ام جوزي ومرات عمي. حاضر حاضر يا ريتال، نامي دلوقتي وانا هكلم عزة تجيب لك تصريح. بس نامي دلوقتي. يلا تمام يا ريتال. سرحانة في ايه؟ خدي. نفسي انام. والست اللي جاري دي فاكره روحها طياره، فوفو فوفو. ما كنت صغيره كنتش اقعد ابدا في اوضه نورها مطفي ولا بابها مقفول. ها دلوقتي كمان بنام في الحبس. انا خايفه من ربنا قوي يا جبرية. كل يوم ادعي ان يغفر لي ويسامحني، وقلبي موجوع على البت نادية. لو أطول أموت نفسي كل يوم وهي تعيش ما يشنقهاش. نادية بنت أخويا صغيرة والدنيا لسه قدامها. صح بنت أخوكي، وعارفة إنك بتحبيها، بس يعني دي قتلت عبد الحكيم ومهدي. اهدي قلبها حجر. ماشي يا ست ستات، يا اما قلبي زبادي ولبن رايب. صباح الخير. ان شاء الله ما تعرفي تنامي يا كريمه وتيجي تقعد داري وانا اللي انام. هعرف انام يا جبريه. وشاهو مالها دي؟
قتال. ايه عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله زي الفل. صدقتيني يا بت ما كنت اقول لك ان زينب ومروان يستحيل يهملوا كده. انا هقول ان انا اللي عملت كده يا مرات عمي. اسكت يا بت، تقولي ايه؟ انت لسه صغيره عارفاش الدنيا صح، بس انا عشان فاهمه كل حاجه افتكي بروحي. عشان ايه يا مرات عمي؟ عشان هي الدنيا كده، طاحونه ودايره، اللي يقف قصادها تهرسه وتدوس على رقبته. يا خوفي ان سكوتي ده يبقى اول الطريق ان الطاحونه تدوس على رقبتي انا. لا تخافيش، طاحونه دارت وداست على رقبه اللي دورتها، امر الى الله. انا راضيه، انا بس عايزك تخلي بالك من نفسك ومن رجلك. وانا عبد الله اللي جاي. يلا قومي شوفي بيتك وشوفي اللي وراكي وشوفي دنيتك، وتعلمي حبيبتي الناس تكسبيها بالحب وبالكلمه الطيبه. خلي بالك من روحك، سلمي لي على حسن، ولا تخافيش ابدا طول ما انا عايشه. ربنا يخليكي لي. وايه اللي هيتم بعد كده يا متر؟ ولا اي حاجه. اللي عنده دليل يقدم. وريم؟ هي اللي هتشيل الليله هي وعصام، كل حاجه تمت من خلالهم. انت بره الليله دي، الفتره اللي انت كنت فيها بره مصر والمرض اللي انت كنت مصاب بيه هم اكبر دليل على انك بعيد كل البعد عن اللي حصل ده. متشكر يا متر. سلم لي على سعاده المستشار وقول له ان انا هجي له قريب. اتفضل اتفضل. على فكره بقى انا مش موافق. وانا مش هدفن نفسي بين الملفات والموظفين يا عزت. ايوه بس انا كل اللي شايفه ان انت هنا مستريحه وكمان مرتبك كبير. انت بتتكلم بطريقه غريبه كده ليه؟ زي ما يكون بتفكر مثلا ان ممكن اقعد في البيت بعد الجواز. اوعى اكون ده اللي بتفكر فيه. لا خالص، انا كل اللي بفكر فيه انك تبقي مستريحه. وبعدين يا ستي انا مش عايزك تتبهدلي. أنا بقى هبقى مستريحة لو بقى عندي مكتب وبقيت محامية ليها اسمها. أفهم من كده إن أنتِ لو سبت المصنع هنا هتفتحي مكتب لوحدك؟ طب وإيه المشكلة؟ يعني كمان مش هتبقي معايا؟ هو أنت تكره إن مراتك تبقى محامية كبيرة وليها اسمها؟ لا خالص. هو صحيح أنتِ شغلك هنا أبسط وأريح، لكن طبعًا المستقبل كله في المكتب واسمك اللي هتعمليه. بقول لك يا شهد، في موضوع أهم أنا كنت عايز أكلمك فيه. الفرح صح؟ أيوه.